أن كلمة سجال هي جمع سجل، والسجل هو الدلو المملوء بالماء، ولا يقال السجل للدلو الفارغة. والمساجلة أصلها أن يذهب شخصان إلى بئر معينة فيملأ كل منها سجله، فإذا ملأ الأول سجله فعل الثاني مثله، فالأمر عبارة عن الرد بالمثل، بأن يفعل كل شيء شخص ما يفعله الآخر ويصنع صنيعه. إن كلمة سجال أو مساجلة انتقلت لتستعمل عند العرب بمعنى المفاخرة والتباري، وأيضا أن يرد أحد المتباريان على الآخر ويصنع كصنيعه. ومن هنا قالوا إن الحرب سجال، أي أن الحرب مثلها كمثل شخصان يقومان بالتردد على بئر، فيملأ أحدهما سجله، ومن ثم يأتي الآخر فيفعل مثله، فيرد عليه بالمثل. فإذا قامت حرب بين قبيلتين وانتصرت إحداهما على الأخرى، قامت القبيلة المهزومة بالرد فتنتصر من بعد هزيمتها. فالحرب سجال بين هاتين القبيلتين، فهم في هذا المثل يشبهون النصر في المعركة بالماء، يشبهون عفوا النصر في المعركة بالماء الموجود في تلك البئر الذي يتناوب عليه كل من الساقيان، فمرة يملأ الأول سجله ويذهب به، ومرة يملأه الثاني ويذهب به، فيفعل كما فعل الأول. فكذلك النصر في المعركة، مرة يفوز أحد الخصمين على الآخر، ومرة يفوز الذي كان قد خسر سابقا ويخسر الذي كان قد فاز. فهذا النصر متداول بين الخصمين. وقد روي الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي أنه بعد أن انتهت غزوة أحد وهزم المسلمون هزم المسلمون أقبل أبو سفيان عليهم وقام بالتفاخر أمامهم، ومن جملة ما قاله: يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذا ما تيسر لنا تقديمه في معنى الحرب سجال. وختاما نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد لهم الكرة مرة أخرى، ويجعل النصر في أيديهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.